أولا أنا من عشاق هذه المدينة وسعيدة جدا أنني تلقيت الدعوة من عند المنظمين ديال هذا المعرض. بصراحة انبهرت بهذا التنظيم، انبهرت بالفكرة أصلا كيفاش أن يتنظم معرض خاص بالفرس ويهتم بتفاصيله من كما كنقولوا من أ حتى لزاد، يعني الثقافة ديال الفن التبوريضة كيفاش ماشي غير الحصان فقط إنما حتى الأكسسوار ديالو المكحلة. المعرض كذلك كيهتم بالصناعة التقليدية اليدوية اللي بشوية ما كاينش الجيل اللي غادي يحييها، فهذه فرصة أن الأجيال، وانا شفت اطفال صغار كيزوروا المعرض وكيكتشفوا وكيشوفوا الصناع التقليديين تيعملوا باليد ديالهم. كما كنقول حديث نبوي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا اولادكم السباحه وركوب الخيل، والحمد لله ان اليوم كنشوفوا حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كيطبق في جيل. انني شفت التبورده، شفت شباب كيتبوردوا كما كنقولوا بالدارجه، فانا سعيده جدا. وهذا المعرض صراحه هو مفخره للمغاربه، وكنتمنى ما يكونش غير في الجديده، تما يكون في المغرب كامل. حافظ، برافو عليك. ان شاء الله خلال شهر ان شاء الله باذن الله غادي ينزل الجديد، تكونوا انتم السباقين في هذا السكوب هذا، لانني يلا كان انا في التحضيرات ديالو. غادي ندخل الاستوديو الاسبوع القادم ان شاء الله، من بعد نصور لك الكليب باذن الله. ان شاء الله تلقيت الدعوه، ان شاء الله قريبه تشوفوني في الام بي سي باذن الله. كنقول للجمهور الحبيب المغربي، الجمهور الرائع السميع، كل سنه وانتم بألف خير، وشكرا على دعمكم وتشجيعكم لحسن زلاغ، وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم لا في اختياراتي للاغاني ولا الكليبات ولا حتى ظهوري في الحوارات او حتى في البرامج. وشكرا اليوم، شكرا على الدعم.